فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل كان يتعاطى الحشيش ثم تركه وقال: هي علي، يعني الحشيش تحرم علي كأمي. يقول: هل هذا فيه كفارة يمين أو كفارة ظهار؟ هو فعل الحشيش، استعمل الحشيش بعد ذلك، إذا كان استعمل الحشيش بعد ذلك يكون عليه كفارة يمين مع التوبة إلى الله، ترك الحشيش كفر عن يمينه ويترك. أما إذا كان ما رجع إلى الحشيش واستمر على تركه، الحمد لله، ولا يلزمه شيء. نعم، انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.